أمي أنا ما عملت شيء، أنا ما سويت شيء أبدا. أمي أنت مصدقتيه ما؟ أنا ما عملت هيك شيء أبدا. بعرف. أنا مالي علاقة، لا تخافي، أنا ما دخلني بشي بنوب أمي بعرف أبدا ولا شيء، أنا مالي علاقة ولا شيء أبدا. كل شيء صار ظلم بحقي أمي، وعد رح تاخذيني ما رح تتركك بنوب. أمي أمي رح ياخذوني، لا تخليهم ياخذوني. أمي رح يمضى عليك بنتي، لا تتركيني أمي. أمي رح يمضى كل شيء، أنا رح أجي لعندك. لا تخافي بنتي، إيش شعورك تخافي؟ أنا ما رح أترك حبيبتي، لا تتركيني، لا تخليهم أمي. بنتي جمرة، تمام اهدي شوي خلص. تعال بنتي، شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل؟ أنا ما دخلني، ابنك هو اللي دمر حياتها لبنتي، بسببه صار كل شيء. طيب اهدي شوي، بعد عني جمرة. بس ترجعي على البيت رح تتفاجئي كتير، دهنت غرفتك مثل ما كان بدك ياها بالضبط، انتي بس يلي ناقصتيها، لما تشوفيها رح تنبسطي. جمرة كل شي رح يرجع مثل قبل، بتعرفي ما؟ رح تخلصي علاجك ورح ترجعي جمرة مختلفة وجديدة تماما، مدرسة جديدة ورفقات جداد. أنا بوعدك يا روحي كل شي رح يكون أحلى من قبل بكتير يا أمي. يا عمري أنتي، لا تخافي، أنا مستحيل أتخلى عنك، لو شو ما صار جمرة مستحيل. إجا الوقت يا حبيبتي، أنت جاهزة؟ بارك أنقذني من هون، خدني لمكان بعيد. رح نروح بس أول شيء نحن لازم نصفي حسابنا مع علي. السادة المسافرين الالتزام بالتعليمات، وكل واحد يقعد بمكانه، وما بدنا مشاكل. نتمنى لكم رحلة موفقة وتكونوا مبسوطين ومرتاحين. تمام؟ الجي مسك هاي. هاتي. كتير تقيلة، شو حاطة فيها للشنطة؟ ايه انت ما بتعرف اغراض البنات شو كتار؟ بلا بعرفهم. اعطيني هاي لو سمحت. كابتن طمنا، ان شاء الله كل شي رح يكون منيح. طول ما انتوا معي لا تخافوا من شي. ايه ان شاء الله تمام. نتمنى. بارك تعال ساعدني. أوه. لك شبك شو عملت؟ شو يعني مو شايف قدامك؟ خلص انتبه يا زلمه، شو خربت الدنيا؟ الجي لا تتمسخر، ما حكينا شيء. ايه وكيف بدنا نظبطه هلا؟ قلت لك اهدى بقى. او يا شباب او شبكون طالعين نتخانق نحنا؟ يلا خلونا نمشي. يلا يلا يلا. ليه خلينا نروح من هون؟ ما
عشو عم تطلع؟ ما في شي مهم. عم فكر قديش صار لنا ما عملنا شي ننبسط فيه. مارك بدك ساعدك؟ خوفتك أنا آسفة. لك لا شبك خوف شو؟ نقصتيني شوي. طبعاً طبعاً. ايه. أوه أصحاب البيت مجهزين كل شي والبراد مليان كمان. ايه لسه في غيرها؟ لا في وحدة. أنت وقف فورة. هون تعال وأعطيني سكينة من هنيك لو سمحت. يلا. بحبها كتير بتعرفي؟ معناها أنا محظوظة لأنه في وحدة بتكفيني أنا وبس. ما رح ترضي علي؟ شو هو؟ التفاحة. عمالك عمالك انتبهي. قطعتا مشي الحال. تمام خد يستوي. ها هاي حصتك. أصريت كتير علبي. ليش عم تطلع؟ انت ليش عم تطلعي؟ لحتى اشوف انت ليش عم تطلع. تمام ما رح اطلع. شبه لساتك عم تطلعي؟ شو السبب؟ ممكن لانك اخذت تفاحتي. بالله. بارك. بارك تعرفوا وينو بارك؟ بارك؟ وينو بارك؟ أنا ما شفته أبداً. ولا أنا والله ما شفته أبداً. بس خدي هاي التفاحة. كتير طيبة كتير طيبة هزال. كتير طيبة. تمام مثل ما بدك. أنا ما شفت بارك أبداً. بارك وين ممكن يكون راح؟ بارك. خلاص تكيه. اشتقتي لي؟ كتير أكتر من أي وقت مضى. معناها تعالي نقعد نحكي شوي. صرت شارح لي 2000 مرة الخطة يلي بدنا نعملها. حفظت بصم والله لا حد تعيدها لو سمحت. معلش خلينا نكون حذرين وواعيين على كل شيء. تمام هذا الدواء بيعطيك تأثير لمدة 2 ساعة بالكتير بس. وما في كمان. ايه وما في لهيك أساسا في حبتين. ومثل ما اتفقنا ما حدا رح يصير له أي شيء. ما حدا رح ينأذى أبدا. تمام لكمل لك. لكان انا عم فكر نخلي علي يقتنع تماما ويصدق اللي بده يصير. هو بكفي يصدق انه دفشك لتحت والوقت كتير مهم. يعني هو عن جد لازم يدفشك لتحت. كتير مهم هالتفصيل ركزي عليه. لهيك لازم تنتبهي. انتبهي على حالك منيح. اذا متي انت انا رح اضطر اقتل علي. ما عندي غير هالحل. وبعدها لما تيجي الشرطة انت بتكوني عم تسبحي واكيد ما رح يلاقوا جستك بنوب. فهمت علي؟ المهم هلأ لازم تكوني جاهزة كتير منيح لحتى بس تيجي الشرطة رح سلمه لعلي وما ارحمه بنوب. وبعدين اجي لعندك ونكمل حياتنا انا وانت مع بعض. بتعرفي شو انا كتير بحب هذا الجزء من الخطة انه رح نكمل حياتنا انا وانت مع بعض بس وما في حدا يزعجنا ابدا. لا علي ولا اي حدا تاني. بدي اياكي تروقي هلا وتجهزي حالك للخطه. اتفقنا حبيبتي؟
انت ملاحظ انه هي معجبة فيك؟ ايه ملاحظ. هو نحن كتير متشابهين بالثقة بالنفس، عن جد طلعنا منشبه بعض لهي الدرجة. ولسه كمان بدي اقلك انه امي مرة كتير عندها ثقة بحالها، تمام؟ معناها هي قوية وانت اخذتها القوة منها. على راسي. شو عم تستنى؟ يلا روح اقعد معها. يلا. طبعا وعك تشرب تنتين تسكار. صحيح خدع الشط هون ما رح تاخدوا راحتكم ابدا. تمام اخي. عندي. شو الاخبار؟ منيحة وانت؟ منيح. انا رايح على البحر، بتجي معي؟ ايه بصير بشي. ايه خلينا نمشي. ايه يلا. تفضلي. شكرا لك. تكرم عيني. علي قل لي في شي. كيف يعني؟ يعني في شي حابب تقلي اياه، هيك بقصد. بعدين بعدين بتأكد وبقلك. يعني مانك متأكد من حالك انت؟ انا متأكد من حالي. معناها لساتك ما بتوثق فيني. بس انا ماني جمرة يا علي، انا مافي. والبحر ازرق، ارفعي راسك رح تعرفي انه لون السماء ازرق، وانا في عندي جرح كتير كبير. اذا قدرتي تتصرفي فرح يشفى هالجرح، وانا وانتي لازم نرتبط. معناها عم تقول منعيش ومنشوف. منعيش ومنشوف. شكرا. مو طيبة بنوب؟ شو هاد؟ انت ما حبيته؟ انا بشربه هاد. لك لا طيبة. لا لا انا عن جد ما عم صدقك ابدا. عم اهلك عم اهلك. عن جد انتو كتير بتستعجلوا بكل شي. نحنا؟ الرجال. بس خليني اقول لك انا ما بشبه كل الرجال اللي عرفتيه. يا الله دخيلك. طيب منشوف. ايه منشوف. ماشي منشوف. اوف ما في. شو صار؟ بارك. بارك؟ ما شفق علينا ابدا. بارك ما بيشفق. بس انا كانه اثر فيني المشروب لانه عم بغبش عيوني. في شيء غريب كتير. غريبه. شو هالصوت؟ ثواني، عرب وزينو هون رايح. شوف خليكي هون تمام. يا الله علي انت منيح؟ ايه ايه انا منيح. ما في انا رايح وراجع فورا. ايه رجع بسرعة لا تتأخر. راجع انتي لا تروحي لمحل. تمام تمام. عرب زينو وينكن انتو؟ وينكن؟
سلام. عرب ما في؟ ما في؟ ما في؟ ما في؟ ما في؟ ما في؟ وينك انت؟ بارك بارك ما في، ما انا هون، شفت بلوزتها وعليها دم بس ما انا موجودة. الله يلعنها. مين هي؟ جمرة. جمرة؟ جمرة هربت يا علي وهي هون. لما كنت طالع انتبهت شفتها. ومافي؟ علي انت روح من هون، انت لاقيها لمافي وانا رح دور على جمرة. تمام. مافي؟ 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 مافي وين انتي؟ ما في؟ ما في؟ ما في؟ ما في؟ علي! علي ساعدني! جمرة على مهلك، لا تعملي هيك! جمرة وافي! راجع! بارك! بارك! جمرة! جمرة! وافي جمرة! جمرة! الله يعينك يا علي، بس يجوا أمك وأبوك وقتها رح يلاقوك أكيد، ولا يهمك.
علي! 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 يا علي! علي! علي وينك؟ ما في عرب! عرب! تعالوا ساعدوني عرب! عرب! زينو تعالوا ساعدوني! زينو روحي من هون عجلي! اركيني! يلا يلا! اركيني بسرعة! يلا يلا! ما في عرب! زينو تعالوا ساعدوني! ما في علي. علي قتل لجمرة. قتل. لك شو عم تخبص انت؟ شو يعني علي قتل جمرة؟ شو؟ لك هاد واحد كذاب اكيد عم يلعب شي لعبة. جمرة هربت من المصحة وحاولت تقتل مافي وانا لحقتها باخر لحظة وصرت الحقها واركض وراها وعلي اجا ورانا حاولت اقنعها بس هو دفش على البحر. لك شو قصدك انت؟ ولا لا تخبص بالحكي لا تجنني. دقيقة يا عرب دقيقة. بارك من وين دفشة؟ يعني من اي صخرة؟ كم صخرة في هون؟ هلا جمرة ماتت وانت لسه عم تحكي عن صخرة؟ شو يا برو فهمت عليك بس انت بتعرف كمان من احنا وصغار من نط من على الصخرة وجمرة كتير بتعرف تسبح يعني ليش لحتى تعمل كل هالتوتر؟ يعني كيف بدها تسبح جمرة؟ عم قلك انه هي ما نطت علي اللي دفشها. تمام خلونا ندور عليها. طيب اهدى شوي برو. تمام رح ندور عليها. ايه دوروا انا هلا رح اتصل بالشرطة. هاي طلع فيي طلع ولا استرجي واتصل بالشرطة قبل ما علي يفتح عيونه وإلا والله العظيم رح يلاقوا جثتك قبل جمرة. عم أهلك في شي تانية شو صار لك؟ خير ولا شو صاير؟ أخي جمرة كانت هون ووقعت من على الصخرة على البحر. شو وقعت؟ وقعت شو؟ عم قلكن إنه علي دفشة. لسه لهلا عم قول علي دفشة. تمام اهدوا لا تكبروا القصة خلونا نروح ندور يلا. ولك يا ابني انت شو عم تخبصوا وينو علي؟ أنا عقلي وين؟ ما عاد استوعب شي شوي وبخبرك كل القصة وانت يلا خلصيني. شو قاعدة عم تعملي لسه؟ ايه طول هلا بخبرك شو صاير. قومي تعي معي يلا يلا. الو مرحبا. رفيقتنا ماتت اليوم رموها من الصخرة. تمام تمام أنا رح أبعت لك الموقع هلأ. انتبهي منيح لا تطلعي وهيك تلفتي نظر. تمام قديش رح يضل الوضع هيك قولتك؟ ما رح يضل كتير بقي القليل. خلينا أول شي نعمل هاي القصة واقعية ويصدقوها وبعدين علي رح يروح من حياتنا على السجن. طيب معناتها رح استناك من هون لوقتها يا قلبي. لا طول علي بشوفك. شوفك.
مافي؟ مافي؟ جمرة هربت. يا علي جمرة هون، أنا شفتها من شوي. مافي؟ مافي؟ علي! علي ساعدني! شو عملت أنا يا ربي؟ شو عملت أنا؟ بارك؟ منيح الواضح رجعت لوعيك. أنت منيح؟ فكرت فيك شي؟ مثل ما أنك شايف علي، ما فيني شي بنوب. فكرتك رح تموت. لا أنا عايش، ما فيني شي واقف على رجلي، ليكني مثل مشايف، ما فيني أي شي علي. وكمان فينا نقول نفس الشي عن جمرة. هي جمرة كان بإيدها في حجر وكانت بدها تقتلك، وأنا بهديك اللحظة أنت حاولت تقتل جمرة. أساساً هذا الشي واضح، بس أنا ماني متأكد كتير من اللي قلته، لأنه طلع أنت أنا منيح، ما علي لا دم ولا شي، ما في شي بجسمي، لا طلع ولا أثار ضرب ولا لون أزرق. باختصار أنا منيح، هو يعني باختصار أنا منيح، يعني أنا منيح وما صار لي أي شيء أبدا. بس أنت شكلك مو منيح. آسف كتير يا أخي، أنت صرت قاتل. ما في، نحنا كنا قاعدين على البحر وبعدين أنت رقدت بسرعة وقلت لي، قلت لي جمرة هون، قلت لي جمرة هون، وشال مافي عليه دم. بعدين أنا لقيتها وسمعت صوت عياطك وأنا رقدت لعندك. بارك بارك ليك، أنا متذكر كل شي صار، يعني أنا شفت كل شي، بس كان في شي ممسوح. بارك أنت شو حاططنا بالمشروب هاد؟ شو شربتنا أنت بارك؟ للخانم حصة صغيرة كتير، ولألك كانت حصة كبيرة كتير. بما أنك صرت قاتل، على كل حال أنا اتصلت بالشرطة وهلأ جايين على الطريق. بارك أنا ما عملت شي، وهلأ رح خبر الشرطة. بارك انتو نصبتوا لي فخ ولا عم تسمع؟ شو استفدت هلا؟ ليش هيك عم تعمل؟ لانه انت واحد ما بيهمك اي شيء ابدا، ما هيك؟ لهيك اجيت وخبرتني. تماما، منيح كتير، ذاكرتك بمكانها ما نسيت. هي صفة أكيد جاي بالوراثة من أبوك، بس نيتك الصافية هي ومدري شو هي أكيد جاي من عند أمك. اسمعني اسمعني ولا جمرة وين؟ طول بالك، على مهلك على مهلك على مهلك. تمام تمام
ممكن تكون وقعت بما أنك آخر شي رميتها أنت من فوق، فأكيد هي بالبحر. بس بدي أقول شي، طول بالك على حالك، هلأ بتنجلط نحن لسه بحاجة. بعيد عني، أنا ما عملت شي ورح خبر الشرطة بكل شي، فهمت علي؟ شو بدك تقلهم؟ اللي حكيناه هلأ؟ مين الشاهد؟ مافي؟ بس كأنه مافي مانا بوعي هلأ نهائياً على فكرة. آسف علي، أنت قتلت جمرة. وصدقني ما حدا رح يقدر ينقصك، أنت قتلت جمرة، وأنا شفت هذا الشيء. مع الأسف نهاية هاي القصة سيئة كتير بالنسبة إلك يا حرام، وما حدا رح يقدر يلاقي جمرة، ورح تقضي حياتك بالسجن. بيعلموك أكتر من مهنة. ليش متضايق؟ هاي الشغلات منيحة وبتفيدك بالحياة. الحقونا يا شباب. علي علي علي، هرب هرب علي هرب. آسف يا علي، انت قتلت جمرة وانا شفت هذا الشيء. مع الاسف نهاية هاي القصة سيئة بالنسبة لك. مين اللي طعن جمرة بالسكين؟ سلم حالك، وقف عندك، لا تتحرك، ننصحك ما تقاوم. يا روحي فتحي عيونك، فتحي عيونك وتطلعي فيه. جمرة ما تتركيني، ما فيك تتركيني هلأ، ما فيك. بترجاكي فتحي عيونك تطلعي فيني. يلا جمرة، جمرة تطلعي فيه. جمرة، جمرة لا تتركيني. قومي يلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.